ستيت، يعني الوسادة، الجمهورية الوسادة أو الدولة الوسادة، لأن من ورائها العراق وجنوب العراق بعد مو العراق، وعن يسارها إيران وعن شمالها المملكة العربية السعودية، فهي واقعة في مفصل خطير، يعني غضروف أمام بين عظام. نعم. فهذا يجب الحذر، يعني ننبه كل الأخوان، وحتى هني يعني هو إحنا نتمنى هذا، يعني هالتجربة هذه تكون يعني جرس إنذار. في نفس الوقت إحنا نتمنى أن يعني الشيعة اللي موجودين في كل المنطقة، ودائما هناك دعوات بالانخراط والاندماج في المشروع العربي، وإحنا نقول لهم إحنا خلينا في المشروع الخليجي في البداية. صحيح. يعني هذا الشعور اللي إحنا نشعره فيه، اللي دائما نقول عن خليجنا واحد، يعني ما تجده عند الأطراف الأخرى. يعني إحنا وأنا أتكلم دائما أقول بعض اللي في اللي لهم الانتماء في ولاية الفقيه، وهناك يتهفو القلوب إلى النجف أو إلى قم. نعم. يعني مع شديد الاحترام لكل المقدسات الدينية والمعتقدات الدينية، لكن في النهاية أنت تعيش على أرض ووطن له سيادة، عمق الاستراتيجي هو في الجزيرة العربية. وإحنا نشوف، يعني إحنا مو بس العمق الاستراتيجي، الاقتصادي المعيشي. يعني أنت الحين لما وقعت في ورطة، من اللي مد اليد لنا؟ صحيح. من قال لنا بنساعدكم يعني ماديا؟ صحيح. وهذه راح ينعكس على كل إنسان في بيته، في سكنه، في أكله، في شربه، في معاشه، في يعني في النهاية خلينا ننظر إلى الواقع، من هو الذي يساعد، ومن هو الذي يشعر، ومن هو الذي يعني يفزع لك؟ صحيح. فنتمنى يعني إن شاء الله أن تكون هذه التجربة كانت يعني جرس إنذار، لكن في نفس الوقت رب ضارة نافعة مثل ما نقول. هو في نقطة لابد أن تكون في الحسبان، 2011 سيكون عام حاسم حقيقة لتحولات كبرى في المنطقة، سواء كان على المستوى الخليجي أو المستوى الإيراني أو المستوى التركي، لا تنسين التركي. الخليج نهاية 2011 هو موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. أعتقد أن العراق سيتأزم في نهاية 2011. في تاريخ آخر يجب أن يوضع في الحسبان، وهو أعتقد أنه الحركة الأخيرة قد تكون الحركة الأخيرة لهذا التحفز الإيراني للهيمنة على هذه المنطقة، وهو تاريخ 21/12/2012. وشنو ذي التاريخ؟ هذه نبوءة ظهور المهدي. وإيران تصنف نفسها على أنها الدولة الممهدة لخروج المهدي. 21/12/2012 هي نبوءة نوستراداموس فيما يتعلق ب نهاية العالم. ونوستراداموس في 21/12 قال انه هناك نهايات العالم. فبعض المرجعيات تروج لهذا التاريخ. وبالمناسبة الحركة التي حصلت في البحرين كان المطلوب منها أن تحصل في 2012 وليست 2011، ولكن ركوب موجة الثورات التي حصلت في تونس وحصلت في ليبيا وحصلت في مصر قال مع الخيل يا شقرة، يعني خلنا نبدأ احنا في البحرين. ولكن هو انتهاز للفرصة، يعني بالضبط حتى وانتهاز. انا اعتبره يعني ذكي بين قوسين، اللي هو يعني ما دام العالم يعني مؤمن بهالثورات فاحنا خلنا نجمعها مع بعض. يعني لكن هم فاتهم قضية التعددية اللي في البحرين، مو بس التعددية، قلت لك أنا المعادلة السنية كانت صفر ليست واحد، فكانوا ينظرون إلى الحكم مباشرة، وكأن الحكم إذا سقط الحكم انتهى الموضوع، السنة تحصيل حاصل. لكن فاجأهم أعتقد تجمع الوحدة الوطنية في الحين في المداولات. هل في لقاءات بين يعني الوفاق وبين التجمع غير اللقاءات اللي سمعناها؟ لا، وقفت. كانت اللقاءات هي مرتبطة بالحوار الذي دعا له سمو ولي العهد، ووقفت الموضوعات بعد إعلان السلام الوطني. ولذلك هناك الشارع السني يترقب الكثير من تجمع الوحدة الوطنية. وأنت ذكرتي حق الأخت التي اتصلت وقالت، قلتي لها 40 يوم. يعني تجمع الوحدة الوطنية عمره 40 يوم، عمره أقل من 40 يوم، لأنه بدأ في تاريخ 21، بدأ يومين قبل تقريبا، فأقل من شهر تقريبا الآن، إذا اليوم 23 شهر ويومين تقريبا. فالتجمع المطلوب منه كثير، والذي فعل حقيقة خلال الشهر أيضا كثير. الناس بدأت تنظر إلى أن هذا المكون بدأ يوازن المعادلة. طبعا التجمع دعوته معروفة أنه ينظر إلى ثلاثية الأبعاد، ينظر إلى مكون شيعي أصيل في البلد لابد أن يكون قويا،
أن يكون متكاملا، أن يكون راضيا، ومكون سني لابد أن يكون قويا متكاملا راضيا، وعلى رأس المكونين الحكم. والحكم كلما كان المكونين كانوا أقوياء كان هو قوي، خاصة بعد تحول موازنات القوى الدولية. يعني أمريكا بعد انسحابها من العراق وانهيار اقتصادي سابق يعني لن تكن لها القوة أن تتدخل. قد تواصل في استراتيجياتها العسكرية. أنت ما يخفاك أن أمريكا عندها ما يسمى بـ low intensity conflict. low intensity conflict هي عقيدة عسكرية. الخلافات الاستراتيجية، الخلافات الخفيفة المحكومة استراتيجية، بمعنى أحرك طرف وطرف وأنا أكون في المنتصف، أقبل أنه يتحرك إلى سقف معين والطرف الآخر يتحرك إلى سقف معين لتصبح معادلة أو موازنة الرعب، فتحرك القاعدة على سبيل المثال وتصبح هي البعبع العالم. لأجل ماذا؟ لأجل التسلح. في مصر في الثورة المصرية اللي حدثت مؤخرا كان يعطي يعني التصريحات الأمريكية تعطى لجماعة الثورة بإيهام بأن جاهد إلى أقصى مدى، صحيح، وتعطى نصائح للنظام أن يعني ممكن أنت تستخدم العنف. هاي دائما، وبعدين في النهاية هو يعني شوف من اللي كفته أرجح. وهذا اللي رأيناه مع البحرين. يعني البحرين كان عندنا، لم يكن البحرين أعتقد على مستوى القيادة لم يكن هناك خلاف على البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، ما كان خلاف، لأن الأسطول الخامس، بالمناسبة أمريكا ترى أن البحرين الأسطول الخامس وما عدا الأسطول الخامس لا ترى، يعني رادارها ما يجيب غير الأسطول الخامس. لكن مع ذلك لم يكن هناك خلاف في موضوع الأسطول الخامس وأن الأسطول الخامس في البحرين، إذن لابد من استقرار هذه البلاد. لكن لاحظنا الرسالة عند البنتاغون كانت واضحة، لاحظنا تذبذب الرسالة في البيت الأبيض. وما يخفاك أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، وفي صراع بين هذه المؤسسات، في أجنحة داخل تدعو أجنحة ضغط، وإيران على سبيل المثال عندها أجنحة ضغط ضاغطة حقيقية، إسرائيل لها أجنحة ضغط ضاغطة حقيقية في القرار الأمريكي. ولذلك عندما شاهدنا التذبذب في القرار الأمريكي استغرب البحرينيون، أليست البحرين ضمن حليف خارج حلف الناتو، حليف استراتيجي خارج منظومة حلف الناتو؟ فاستغرب الناس كيف يمكن أن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل أمريكا باعت البحرين؟ والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسات، البيت الأبيض لم يكن يحسم الموضوع تماما كما ذكرتي، بناء على عقيدة low intensity conflict. وأنا يعني حتى في المقال اللي ذكرت أن يعني في بعض الأجنحة في الولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة يعني لا ترى يعني مانع من التحالف أو أن مع إيران، تعطي دور لإيران، صحيح، تعطي دور لإيران، سام الكعكة يعني. هذا هو بالضبط، صحيح، يعني صحيح. وهني اللي احنا يعني نحب نحذر او ننبه القيادات في المنطقة وفي البحرين تحديدا، يعني ان قد يكون تحالفنا مع الولايات المتحدة الأمريكية قوي، قد تكون لنا مصالح مشتركة كثيرة، صحيح، لكن المصلحة البحرينية بالدرجة الأولى تحتاج الى ان نكون يعني واعيين لهالنصائح هذه بين قوسين اللي تعطى بين فترة والثانية، ان هل بالفعل تؤدي الى هذه النتيجة اللي احنا نبيها ولا او انهم حتى يقدمونها بدون حتى حسبان لتبعاتها. يعني صحيح صحيح، يعني اعتقد ايضا ليست القضيه بحرينيه الان اعتقد انه منظومه الخليج عليها ان تفكر سويا في الاستمرار في بقائها، لان بقائها مرتهن بالتحامها. يعني درع الجزيره لاول مره يتحرك بهذه الطريقه في البحرين، والبحرين منطقة صغيرة جدا، يعني المساحة الجغرافية البحرين صغيرة، لكن هذا الصغر هي بوابة كما ذكرت انت، بوابة الخليج. فلو أن البحرين سقطت في مشروع الهيمنة أو ما يسمى عند الضفة الشرقية من بحر الخليج المجال الحيوي، احنا مجال حيوي للضفة الشرقية على فكرة، يعني مجال حيوي لإيران. ولذلك البحرين عليها أن لا تفكر أنها لوحدها، البحرين هي ضمن منظومة الخليج، وهذا ما وعدت السعودية وعدت البحرين. بالضبط، كان معي يعني جاء في وقته، قبل أن تدار. ولذلك أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، هي قضية التحام القيادات مع الشعوب. هل الولايات المتحدة الأمريكية تبيع حلفائها؟ لاحظنا أنها باعت أكثر من وباعت يعني بثمن بخس تماما. لذلك منظومة الخليج مرتبطة قوتها بشعوبها، إضافة لذلك في قوة ثانية، وقوة يعني قوة موعودة، هو تركيا.
تركيا هي التي تصدر الموقف الآن كمحور يواجه المحور، موازنة رعب. ونحتاج احنا كما احنا لجأنا الى الصين او حتى الى روسيا، روسيا ايضا تقف خلف ايران ولها كثير من التحالفات وتنتظر الى اقتسام كعكة، يعني صحيح. حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية السيناريو الأفغاني اذا تذكرينه تماما، نعم يعني نعم. الولايات المتحدة الأمريكية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ان في الدب الروسي صحيح. ما زال رغم كل لكن الفرق ما زال موجود خلف ايران ينتظر هالقسمة ولن يخرج، يعني صحيح. لكن في فارق بين الأداء الروسي والأداء التركي. الأداء الإيراني والأداء التركي يجتمعان في نقطة، أن الأداء الإيراني له استراتيجية تسمى استراتيجية أم القرى، وهي تجعل هي استراتيجية خلافة. يعني أنت سمع كتبتي كذا مرة رغم علمانية الصورة التركية، يعني لا يعني إيران أم القرى مشروع خلافة، لكن عند تركيا عندها أحمد داود أوغلو هذا البروفيسور في السياسة والعلاقة الدولية له مؤلف معتمد في السياسة الدولية الآن أو في سياسة العلاقة الخارجية الإيرانية، هو العمق الاستراتيجي، اسمها العمق الاستراتيجي. يقوم على نظرية أنه إذا الموج ماشي في نهر مثلا وعندك الكرنت ما يسمى التيار ماشي تيار. عليك أن تركب القارب وأن تدير دفة القارب باتجاه الذي تريده، فيمكن أن تناور يمنة ويسرى على الرغم من قوة التيار. وهذه النظرية النظريتان المتقابلتان، نظرية أم القرى ونظرية العمق الاستراتيجي التركية، قابلتان للمواجهة. ولذلك أعتقد حلف الجزيرة، حلف دول مجلس التعاون مع تركيا سيكون حلفا قويا جدا، قد يغير المعادلة في الخليج بل في منطقة الشرق الأوسط كاملة. عموما احنا في البحرين كدولة يعني صغيرة في حجمها، لكن والله كبيرة يا بحرين. نعم. دائما احنا نقول، لأن اللي يعرف تاريخ البحرين ويعرف حكم آل خليفة حتى في البحرين وما واجه من مخاطر وتحديات يعني طول فترة حكمها 200 سنة هذه، جاءت من الشرق وجاءت من الغرب وجاءت من الداخل وجاءت من الخارج، يعني هو يعني تخطى هذا كله أولا صحيح. بوحدة الأسرة، أنا أحب أنبه على هاي النقطة وحط تحتها سطرين مهم جدا أو 100 سطر في هالفترة تحديدا في هالوقت هاي تحديدا، وحدة الأسرة ووحدة القرار فيها ووحدة جداً. الرؤية ووضوحها إلى الأمام من الأهمية بمكان، لأن إحنا شفنا قاب قوسين أو أدنى. هم لعبوا الطرف الآخر لعب على قضية القرار هذا. لعب على يعني سواء كان هذا المعارضة ولا غيره، في كل الأحوال وحدة الأسرة هي من الأمور التي صحيح. يعني إحنا كشعب كمكون أساسي في الدولة نعول عليها الكثير صحيح. بدونها راح نكون في مهب الريح صحيح. أيضا صحيح. نعول أيضا على سرعة القرار فيما يخص الأحوال المعيشية، لأن هذه يعني نقطة فاصلة ممكن يعني لا تستخدم ورقة وممكن تخفف الاحتقان والضغط صحيح. نعول أيضا على تهدئة وتهيئة الأجواء من كل الأطراف، سواء كانوا من الوفاق من الشيخ عيسى قاسم أنه بالفعل يضبط النفس إلى آخر حد، لأن هذه مصير بلد، ما هي لعبة ولا هي مجازفة، ولا إحنا في مرحلة تكتيكات الآن صحيح. يعني قصة أن أنا بضغط الآن أو بضغط بعد شوي أو بخلي العنف الشارع يزيد، احنا في مرحله نمر فيها في عنق زجاجه ارواح شبابنا، ارواح ابنائنا اللي موجودين الان، لا يجب ان يكونوا وقود او يرتهنون لقرارات تكتيكيه صحيح. يعني ورقات للعب فيها، يعني خلي يموت 2-3 في سبيلنا انا اضغط واربح تعديل دستوري، يعني حرام حرام صحيح. انا اقول يعني هذه عيالنا، زهره شبابنا، هذا لين مستقبلنا، في اي طائفه وفي اي فئه هم يظلون ابنائنا وعيالنا، استخدامهم كوقود جرم يعني لا يغتفر ابدا صحيح. فما بالك لما يكون هناك فتوى دينيه او مرجعيه في هذه. يعني خلص الوقت، كنت يعني امل احنا غطينا بعض الجوانب في هالموضوع هذه، نتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نخرج من هذه الازمه اقوى ان شاء الله متحدين اكثر إن شاء الله. شعب بحريني واحد، ايا كان عندنا مذهبين ولا ثلاثه ولا اربعه، لكن عندنا بحرين واحدة، وطن واحد، عندنا بحرين واحدة ما عندنا غيرها،
احنا اللي نحافظ عليها، لا امريكا لا روسيا لا ايران لا غيرها، لا كل مكون من مكونات المجتمع البحريني مسؤول عن وحدة هالبلد هذه وعن سلامتها وعن امنها، والامن ياتي في المقام الاول وبعدين